مشيتش وملي عطاني ديك الكيسه ثاني. انت ما في ما تما ماشي مريضه دابا كيصيفطوها للناس اللي بحال اللي فيهم الاصبع. دايره بنتك لاباس عليها؟ الحمد لله لاباس. كدير مع صحتك؟ نسول عليك الخير والرباح. شكرا. السلام عليكم، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا باحوال جيده يا ربي. فيديو جديد هذا يوم السبت. غادي عندي حماتي غادي يمشي يجيبها هشام. مهم كيف كتشوفوا الكوزينه مقربله، كنوجد في كسكسو. هنايا جبت اللحم ديال الغنمي هاد الصباح هذا ديال السبت، اللحم ديال الغنمي باش غنديرو قطبان. بغينا نخرجوا واحد شويه. ايوا انا دابا كنقطع اللحم وغادي نوجد كسكسو. صافي هنا غادي نقطع على شكل قطبان كيف قلت لكم باش نديرهم باربيكيو باش غادي نخرجوا ان شاء الله. مهم خليكم معايا مشوفين، وغادي تجي عندي حماتي غادي تبات معايا. صيفط هشام يمشي يجيبها. مهم خليكم معايا مشوفين حتى لاخر الفيديو. نتمنى الفيديو يعجبكم، الا عجبكم بطبيعه الحال ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، ولا كنتي جديده ديري واحد ابوني لتحت وضغطي على الجرس ما تنسيهش حتى تولي فيه جوج علامات باش هكا كيبقى يوصلوك الجديد ديالي. الا ما درتيش الجرس اليوتيوب كيحيد لك ابوني او لما كيوصلش لك الفيديوهات ديالي. يلا خليكم معايا. المهم النهار هذاك كنت شويه عيانه، يمكن كان طايح ليا الطونسيون الله اعلم. هنا كانت الشمس حاره، البنات كنزرب بالزربه نحيد الحوايج. عرفتي هاد شويه اللي حيت فيه الحوايج ونشر شويه الحوايج راسي داخليه. المهم كنت بخير صحه سلام الجمعه، صبحت بحال الطونسيون طايح ليا نهار السبت. المهم البنات اختي ضربت بواحد الناسه ملي خرج هشام مع الثلاثه تال دابا تجات عمتي مع الخمسه واقع لهاد الوقت. كيف قلت لكم مريضه، شوفوا حتى الارهاق فيا هنايا. المهم البنات كنت بخير البارح، اليوم صبحت شويه عيانه ما كنت كاع على البال. المهم هنايا كندير التتبيله للحم، كندير التتبيله في اللحم باش غادي نديوه معانا غدا. هذا كيف قلت لكم ديال الغنمي. كسكسو كندير ليه في التفوره الاخرى غادي ناكلو برا، راه هشام تيمسح في الطبله. ما كنديرش فيه الزيت بزاف، راكم عارفين ديال الغنمي راه غدا غنفتحو سميتها غنفتحو الغابه. ما عرفناش فينا بلاصه غادي نمشيو الصراحه، غادي نختار شي حاجه اللي فيها الطبله وكراسه. الا صبت الشتا في الليل غادي نختار شي غنتبلهم. تبات فيهم العطريه البنات بدا يصبحوا على مزينات فيهم مذاق زوين. سمعوا نورا اش دايره مع جده، كتزاد فيها طلعه اش كتجي جده. المهم انا كان باقي فيها ولا كيخليها هنايا ما شفتيش ليها. انا ندير ليها جيب ليها السود شي ديالها. ايوا جيب معاك العويشقة. انت عمتي تتشعليها؟ نمشي نجيب اللبن. عمتي تاكلها بيدك ياك بحالي؟ تشرب اللبن لما كانت تشربو. ماشي ما فيهاش هادي هشام خصو يعمر. ماشي ما فيهاش ما كتطلقش اللعيبة. كنا وعلى
خليته له قليبه خليته تجيبه ما خليته له هيدا ديك بطار شفتك هزه البرطان بشمان يعني في سطاري زيدي ميري وزيدي دوري يا ربي مولاي يا ربي مولاي وديري بي يا بابور رغرق بي يا البابور هاليوم يتعلموا منا الامور شتب خومي عليك من دور كلك بغيت انت فاهمه ماما كل ولد وانت كل مرة خرجتك بسيدة وش كاته ودائما من العشاء كنديروا قهوه هنا غادي نوجدوا قهوه وغنحط الحلوى عمتي هشام انا جاي اجي ماما تاكلي تتيال بوكاش قلتي من ورا العشاء لا لا نفرطا ماما صغيرة يدير لهم يقدم لهم حبيبته يا راجل نور ولي انا ستوزيت كوكي ايتا مت صابية ني يا بنيتي الله الاني ديالك يلا نور
المهم البنات راه باقي جالسين شوفوا راه بدا كيظلم الحال هانتوما بدا كيتلاحظ الظلام دابا راه شي 10 هانتوما باقي كيبان شويه الظلام 10 قد قد شنو جيت ندير انايا راه باقي حنا حاطين قهوه بقينا كوتو طلعنا نور مع تنيون صافي ملي كتبدا تبكي كنعرف اجاها النعاس غادي نخوي لا ماشين وغادي نجيب هذوك ديال الكود كنديرهم هنايا وهنايا هانتوما كيف كتشوفوا هنا زعلوك غادي ندير زعلوك باش نديو معانا كيف شفتوا وجد القطبان ديال الغنمي غادي نديو معانا زعلوك وشلاضه صافي وقال هذا اللي غادي ندير شويه زعلوك وشلاضه والقطبان ديال الغنمي هادو هما اللي غادي نديهم معايا ان شاء الله غدا البيكنيك ونمشيو شي بلاصه اخرى يلا غادي نجلس دابا مثالي نجلس نقلب على شي بلاصه اللي غادي نمشيو لها تكون بدله كمل انا عارف من الاول مهما نطول حتكون اخرتها ايه كنت متعود اني اسمع وافوت بس المره دي قلبي هادوس عليه غندي لي فراسي صافي هنا بديت كنجمع في المعينات اللي درنا فيهم الكوتي وشربنا فيهم قهوه وداكشي غادي نجمع كلشي ندخلو وغادي نديرو بريكه من الجهه الاخرى يعني غيجلسو من جهه اخرى وانا غادي ندخل نكمل شغالي حيت الدار سخونه ما بغاوش يدخلوا بنات شعل هشام هاد البوله هادي هذه وهذه اصلا الا وقفتي حداها كتشعل جيراننا عندهم شي حفله ولا شنو جامعين الناس المهم عندي ريحه الصهد في الدار غتبقى كاسي وهشام هنا غادي ندخل نصايب شلاضه والزعلوك اللي غنديو معنا غدا ما ديكس عمتي نجيب لك واحد كاس من بنات هو الزعلوك ديالي شفتو واجد مره كنبعزو مره كندير ليه هكا انا نورمال ما كنبغيش هذا ما يبيعوش بزاف غير على حساب عمتي كتبغيه مزيان ما انا كنبغي دوك الطرفه ديال الباذنجان بقى ناكل فيهم شكون بحال البنات كنبغي الشاي يولي بحال ماكله ديال الوليدات الصغيورين الصراحه صافي بارك عليه راه طاب وجد نخليه حتى يبرد باش نديوه معانا غدا وغدا غندير خبز صافي غدا غندير خبز غندير خبز غنديرو قطبان تمايا ونديرو هذا الزعلوك بخبيز وغندي شلاضه ديال مطيشه والبصله المهم انا نشوف شلاضه اش غندير فيها نخلي حتى الغدا شلاضه عاد غادي نوجد دابا هذا غادي نطفي ليه صافي حتى يبرد عاد نديرو في التيبو نديرو في الثلاجه يبقى غدا غير ندفي واحد شويه هما راه تعجبهم مزعلوك ما سخونش بزاف يعني ما بارد ما سخون يعني بين وبين شدو باش زوينين الا تكب على الماء كتبقى تصوني صافي دابا غادي ناخذ لي واحد كاس العصير ولا قاعه الماء ونخرج نجلس حداهم برا هما راهم جامعين برا صافي انا ساليت الله يخلف الله يعمر
المهم هنايا وصلت معكم لنهاية الفيديو، كنقول لكم تهلاو في ريوسكم، بلاتي نبعد في الكاميرا. المهم كنقول لكم تهلاو في ريوسكم مع فيديو جديد ان شاء الله. غدا نبارطاجي معكم نهار كيفاش غادي نقضيه انا وحماتي وعائلتي، وصافي هادشي اللي كاين. يلا باي باي، كنبغيكم.